في هذه اللحظات الحملة الكريمة تمت انطلاقة الشوط الثالث لفئة البكار الصعود من مسافة 1200 متر اللي في أول المراكز. هذه الجزيرة للسيد علي بن عبد الهادي الغيثاني مع الجزيرة في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز من الجانب الأيمن في هذه اللحظات هذه شواهين لسيد محمد بن علي بن عبده مع شواهين في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذه زمة للسيد محمد بن ثاني الهاملي مع زمة في هذه اللحظات في ثالث المراكز، ولكن روح مع اللي في أول المراكز حتى هذه اللحظات الجزيرة للسيد علي بن عبد الهادي الغيثاني مع الجزيرة في أول المراكز. الربيع بن عبد يتسلل في هذه اللحظات من الجانب الأيمن في هذه اللحظات، محمد بن علي بن عبد المري مع شواهين في ثاني المراكز، واصل الهاملي في هذه اللحظات في ثالث المراكز، هذه زمة لسيد محمد بن ثاني الهاملي وتسلل زمة الى ثاني المراكز الى اول المراكز مباشرة، زمة للسيد محمد بن ثاني الهاملي من الجانب الايمن في هذه اللحظات. اي الحفلة الكريمة اللي في اول المراكز هي الحفل الكريم من الجانب الايمن، هذه الجزيره السيد علي بن عبد الهادي الغيثاني في هذه اللحظات في اول المراكز، ثاني المراكز هذه زمه للسيد محمد بن ثاني الهاملي، ولكن الجزيره انتزعت المركز الاول في هذه اللحظات. نقول تهانينا والناموس لمالك الجزيره السيد علي بن عبد الهادي الغيثاني، وفي ثاني المراكز وصلت زمه للسيد محمد بن ثاني الهاملي، وفي ثالث المراكز وصلت هي الحفلة الكريمة. كم التاسع؟ آخر أربع جوائز اثنين بديك حركة. عشرة عشرة اثنين 15. 15 ما في مسجل عندي 15. أيوة. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين. توقيت الزمن لهذا الشوط دقيقة 41 ثانية و50 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.